السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي إن شاء الله في هذا الدرس سوف نتكلم عن عطل بهاتف سامسونج S5530i. نعم، هذا الهاتف هو سامسونج أتى به زبون ليتم إصلاحه، ويقول الزبون بأن الهاتف يستهلك البطارية في وقت قصير جدا جدا بعد عملية الشحن. نعم أحبابي، فعند قياس الجهاز مع جهاز أو توصيل الهاتف مع جهاز باور سبلاي وعند تشغيله، وجدت أن هناك قطعة ترتفع درجة حرارتها كثيرا. يعني عندما قمت بإيصال الهاتف وقمت بتشغيله، تحسست القطع الإلكترونية بيدي، فوجدت أن هذه المنطقة ترتفع درجة حرارتها بشكل غير طبيعي. نعم، وهذه هي القطعة بالضبط التي ترتفع حرارتها، وهي توجد في دائرة الشبكة. نعم أحبابي، هذه القطعة ترتفع حرارتها بشكل غير طبيعي، وهذا العطل يمكنه أن يتسبب لنا في تسريب للتيار الكهربائي، ويتسبب لنا في استهلاك البطارية بشكل سريع، لأنه يوجد لنا تسريب في الكهرباء. نعم أحبابي، أما طريقة إصلاح هذا العطل فطريقة أظن أنها واضحة من ناحية، وهي تغيير هذه القطعة من هاتف يشبه هذا الهاتف، نعم، أو يعني الحصول عليها من عند يعني من يبيع القطع ثم تركيبها جديدة. أحبابي، ولكن مع الأسف لا يوجد عندي قطعة جديدة، ولا يوجد عندي هاتف يشبه هذا الهاتف بالضبط، يعني S5530i. أحبابي، إن شاء الله سوف نتعرف عن طريقة جديدة إن شاء الله. اكتشفتها بالصدفة أننا سوف نحصل على مثل هذه القطعة شبيهة لها، نعم، من هاتف آخر لا يشبه هذا الهاتف إن شاء الله. إذن أحبابي سوف نتعرف عن هذه الطريقة إن شاء الله في هذا الدرس. إذن أحبابي، نستعين بالمخطط لهذا الهاتف سامسونج S5530i، وهذا هو المخطط أحبابي. وكما نرى في الشاشة، هذه هي القطعة التي نريد تغييرها، والتي يوجد بها عطل. نعم أحبابي، هذه القطعة في المخطط اسمها PAM100. نعم يا أحبابي، إذن أحبابي نقوم بالبحث عن هذه القطعة في المخطط، يعني بشكل مفصل. نعم، نقوم بكتابة اسمها PAM100. نعم، ثم نقوم بالبحث عنها. إذن هذه هي، نقوم بتكبير الصورة. نعم أحبابي، إذن هذه هي القطعة كما تلاحظون معي أحبابي، التي يوجد بها عطل. لاحظوا معي أحبابي، اسمها في المخطط الأول هو PAM100، ثم هناك رقم تسلسلي آخر. إذن أحبابي، هذا الرقم التسلسلي مع هذا الاسم في الأعلى سوف نستعين به ونقوم بنسخه للبحث عنه في الانترنت. نعم أحبابي، تابعونا لكي نكتشف طريقة الحصول على نفس القطعة إذا لم تتوفر لنا نفس الهاتف أو جديدة. نعم أحبابي، إذن أحبابي نستمر في شرحنا. إذن نقوم بنسخ رقم التسلسلي للقطعة التي نحتاج أو التي بها عطل. نعم، ثم نفتح واجهة محرك البحث جوجل. نعم، ثم نقوم بوضعها هنا ونبحث. نعم أحبابي، إذن لاحظوا معي أثناء عملية البحث سوف نرى. نعم، إذن هذه هي القطعة التي نحتاج أحبابي. إذن أحبابي سوف ندخل إلى هذا الموقع لكي نرى ما هي الموديلات. نعم،
كما ترون احبابي فهذا اي سي باور يعني نفس يعني نفس القطعه التي نحتاجها. احبابي كما ترون معي هناك معلومات تقول بان هذه القطعه تشتغل في هذه الهواتف اي 5503 و اي 9000 و اس 5360، يعني ان هذه القطعه مشتركه في هذه الموديلات ويمكن ان تشتغل معهم جميعا بشكل سليم جدا. نعم احبابي، والحمد لله فانا اتوفر عن لوحه يعني معطله لسامسونج اس اي 9000. إذن احبابي كما شاهدتم هذه الطريقه اللي يعني الحصول على قطعه اخرى من هاتف اخر ليس من نفس النوع. نعم احبابي، اذا نمر الى التجربه. فكما قلت انا لدي سامسونج اس 9000، اقوم برفعها وتغييرها للهاتف ونرى النتيجه. نعم احبابي، اذا الحمد لله هذه هي يعني لوحه سامسونج اس 9000، وهذا هو الهاتف الذي اريد اصلاحه. فهذه هي القطعه التي تعطلت، ثم القطعه التي وجدناها يعني قبل قليل عندما قمنا بالبحث هي هذه القطعه. نعم انها تشبه القطعة التي نحتاج والتي تعطلت لنا في الهاتف. إذن حتى تتضح لكم الصورة يعني تكون الفكرة واضحة وجيدة، سوف أستعين بهذه الكاميرا التي تقوم بتكبير ودورها يعني تقوم بتكبير الصورة إلى أحجام مضاعفة حتى نرى الأشياء الصغيرة بشكل واضح. نعم أحبابي، إذن كما تلاحظون أحبابي فهذه هي القطعة التي تعطلت وأريد تغييرها من هاتف سامسونج الأيس. نعم، وهذه هي القطعة التي حصلت عليها بعد عملية البحث في الإنترنت. نعم هاي، نعم إذن نقوم بضبط الصورة بشكل واضح. نعم فهذه هي القطعة، إنها تشبه القطعة الأخرى نعم بشكل تام وصحيح. إذن أحبابي نمر الآن إلى عملية تغيير القطعة إن شاء الله، ونرى النتيجة هل هي ناجحة أم لا. إذن أحبابي كما تشاهدون هذه هي القطعة القديمة التي تعطلت، يعني نفس الأرقام ونفس الرقم التسلسل الذي يوجد في سطح القطعة يوجد أيضا في سطح هذه القطعة. إذن فهي شبيهة لها بشكل تام، يعني توأم، يعني هذه القطعتين هما توأم. إذن أحبابي نمر الآن إلى عملية تركيب القطعة التي أخذتها من سامسونج اس 9000، وأقوم بتركيبها في مكان القطعة التي تعطلت التي قمت بإزالتها قبل قليل. إذن نمر الآن أحبابي إلى نعم إلى كمل اكتمال التجربة.
أحبابي الحمد لله يعني تمت العملية بشكل جيد بتركيب القطعة التي كان بها عطل. قبل أن نقوم بتشغيل الهاتف لا بد من خطوة مهمة وهي القياس الهاتف بجهاز الأفوميتر لمعرفة هل القياس كونكتور البطارية في بشكل جيد. نعم، إذن كما يظهر فحالة القياس يظهر أنه سليم وبشكل طبيعي جدا. نعم، إذن نمر الآن إلى عملية قياس الهاتف، ونعم يعني نختبر الهاتف على جهاز الباور سبلاي لكي نعرف هل لا زال هناك استهلاك للبطارية، هل هذه القطعة لا زالت حرارتها ترتفع، وهل الهاتف يعني نسبة التيار الكهربائي يعني يستهلكه بشكل طبيعي. إذا نمر إلى المرحلة الأخيرة وهي تجربة الهاتف واختباره هل تم إصلاحه أو القطعة تعمل بشكل جيد. نعم أحبابي، كما ترون الهاتف يعمل بشكل طبيعي جدا وبكفاءة عالية، فالهاتف يعني عاد إلى حالتي الطبيعية. ثم بالنسبة إلى استهلاك البطارية فهو طبيعي جدا جدا كما نرى على جهاز باور سبلاي، يعني مؤشر الأمبير يعني الطريقة التي يتحرك بها هي طريقة عادية وطبيعية جدا بالنسبة للهاتف. أحبابي أتمنى أن تستفيدوا من هذا الدرس المتواضع وهذه الفكرة الجميلة للحصول على القطع البديلة عوض أن نبحث عن نفس الهاتف ونفس اللوحة الإلكترونية حتى نحصل على القطعة التي نريد تغييرها في يعني أثناء عدم وجود القطع الجديدة. أتمنى أحبابي أن تستفيدوا من هذه الفكرة وهذا الدرس المتواضع، وأحبابي كما ترون الهاتف أصبح يعمل بشكل طبيعي، والقطعة التي كانت درجة حرارتها ترتفع والتي تسببت لنا في استهلاك البطارية الحمد لله تم إصلاحها بفضل تشخيص عبر جهاز باور سبلاي، وأيضا المخطط والبحث بواسطة الانترنت عن القطع البديلة عوض البحث عن نفس الهاتف لأنني لا أتوفر على نفس الهاتف. إذن أحبابي نأتي إلى نهاية هذا الدرس المتواضع، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.